بالرزحة والفنون الأخرى المغناة يستقبل موسم شتاء الطحائم الزائرة، ومعه القرية التراثية الحافلة بالعديد من المناشط السياحية والثقافية التي تزخر بها مناطق محافظة جنوب الشرقية. مساهمتنا كجمعية في تجهيز القرية التراثية، طبعا القرية التراثية تحتوي على الحرفيين والأدوات الشعبية القديمة، أدوات الزينة والعلاج الطبيعي وغيرها. كذلك تشرفنا بتنظيم الألعاب الشعبية للأطفال من ألعاب البنات وألعاب الأولاد، كذلك تنظيم ركن الحرفيين الذي تنوع بين منسوجات بالجلد والشعر وغيرها من المنتجات والمنسوجات. ويزخر الركن كذلك بالقرية البدوية وبأنغام ربابتها وتزينها بالصقور التي يقدمها صقر الشحيمي المتعلق بها وباقتنائها لما تتطلبه من عناية ورعاية خاصة. اهتمامي بالصقور من بعد بحث عميق في التاريخ، فوجدنا أن الصقور لها ارتباط كبير بالعماني. طبعا كان العمانيين يستخدموها كوسيلة للصيد ومع تطور الحياة فصارت هي وسيلة أو نقدر نقول رياضة، وهي رياضة معترف فيها في التراث الثقافي اللامادي في منظمة اليونسكو، كما خصص لها يوم خاص اللي هو يعتبر يوم للصقارة في تاريخ 16، يصادف تاريخ 16 أكتوبر من كل عام. كما تعرض بالركن المشغولات اليدوية كالخناجر وبعض الإكسسوارات المتنوعة ذات العمل اليدوي. وهن الراس هذه رؤوس الله نفرغ غسلهن، وفي رؤوس الله صيفاني وزراف. الصيفاني سلنا عنهم هيش كيف صيفاني وزراف، قالوا الصيفاني يقص شتيء يكون الدم يامد ويطلع فيه سواد، واما هذه يقص شتيء ينزل عنها الدم. عندي كل ثلاث اصلي من اول شيء الى اخر شيء صناعه، ياخذن غاليات وبيعن غاليات، اشتراهن غالي وبيعهن غالي. وتقدم في الركن المأكولات العمانية المتنوعة من محافظة جنوب الشرقية وسط مشاركة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. على أنغام الربابة وتشكيلة من الصقور تستقبل القرية التراثية بموسم شتاء الطحائم مع وجود موروث غني يقدم إرث الولاية للزائر. من ولاية جعلان بني بو حسن، يعقوب بن يوسف البلوشي.